مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بيك وبرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وكمان برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان من مقر النادي الاهلي هنا بالجزيره. هنكون معاك طبعا يا كابتن ايمن عشان ننقل الاجواء. عايز اقول ان شعار واحد فقط مرفوع هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، هو على الحلوه والمره معاه، لان طبعا بغض النظر عن النتيجه الناس كلها جايه عشان تتفرج على ماتش ممتع. الاهلي يعني يلتقي مع الكبار، يمكن كل المنافسين واقفين بيتفرجوا علينا، يعني لما يصلوا للمشاركة فهو ده كل الأجواء والأحاديث الموجودة هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. مختلف الأعمار السنية موجودة لمشاهدة يعني الماتش مع بالميراس البرازيلي، كل الناس مرتدية يعني تيشرت الأهلي، كل الناس معاها أعلام الأهلي في كل مكان، أروقة النادي الحقيقة كلها عبارة عن استوديوهات تحليلية من جميع الأعضاء الموجودين من مختلف الأعمار السنية، كبار السن والشباب وكمان الأطفال موجودين هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. عايز اتكلم كمان عن الاجواء يعني والمجهودات المبذوله من قبل القائمين على مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن قبل وصولنا يعني قبل ساعات كان في زي كردون حول المقاعد او الكراسي الموجوده امام الشاشه الرئيسيه بمقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن هذا الكردون لم يعني يتم فتحه الا مع اقتراب الساعات ومع اقتراب المباراه، كل ده طبعا علشان يحافظوا على يعني التباعد الاجتماعي، يمكن بيحاولوا يحافظوا باكبر قدر ممكن. كمان يعني افراد الامن موجودين في كل اروقه النادي علشان يسيطروا. يمكن النهارده في زحام بمقر النادي الاهلي بالجزيره، كل الناس مستنيه، كل الناس على العهد، مش فارق النتيجه يا كابتن ايمن، مش فارق، فارق المستوى زي ما ظهرنا قدام بايرن، زي ما برضو عايزين نظهر قدام بالميراس، مش هممنا ان احنا نلعب قدام الكبار. يمكن النادي الاهلي طبعا زي ما احنا بنقول دايما بمن حضر، هو دي كل الكلام اللي بيتقال هنا ما بين الاعضاء وفي مقر النادي الاهلي بالجزيره. كل الناس مع اقتراب الساعات ومع اقتراب المباراه يمكن بيتحمسوا اكتر، بيكونوا فخورين بناديهم طبعا علشان يحقق البرونزيه للمره الثانيه بعد عام 2006، يمكن المنافسه على المركزين الثالث والرابع، ولكن كل ده يعني النادي الاهلي او اعضاء النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره رافعين شعار زي ما قلت في البدايه على الحلوه والمره معاه. يمكن دي كانت ابرز الاجواء هنا يا كابتن ايمن، بشكرك طبعا وبشكر ضيوفك الكرام. عوده للاستوديو مره اخرى. شكرا جزيلا للزميله العزيزه مريم سميح.